كرم خضري ابو دوح مواطن محافظه الاقصر، تحديدا من قريه الغرز بمدينه ارمنت المحيط. شاب في بدايه حياته 37 سنه، بنى بيته وخطب بنت الناس وفرحه بعد ايام، يعني خلال اقل من شهر كان فرحه، لكنه امبارح حطوه في التراب وفاه او ضحيه لإهمال حكومي وعدم وجود أمصال للدغات العقارب في مستشفيات محافظة الأقصر. الشاب اللي قدام حضراتكم ده وقبل أيام من زفافه لدغت عقرب نهت حياته وتحول الفرح لميتم، تحولت العروسة لأرملة، تحول العريس لجثة هامدة اتحط في التراب، لأن للأسف محافظة الأقصر من محافظات الصعيد اللي القرى والعزب بتاعتها ما فيهاش وحدات صحية، وإذا وجدت الوحدة الصحية ما فيهاش طبيب، وإذا وجد الطبيب ما فيهاش أدوية، وإذا وجدت الأدوية فأمصال لدغات العقارب مفقودة في البلد. خليني أدي حضرتك بعض الأرقام. تقريبا محافظات الصعيد حسب كلام نقابة الأطباء كل مستشفى محتاجة على الأقل 1000 مصل للدغات العقارب يوميا، المتوفر منها لدى وزارة الصحة مصل واحد لمريض واحد يوميا. لدغة العقارب، المواطن اللي بيصاب بلدغة عقارب، ودي منتشرة جدا بالمناسبة في محافظات الصعيد، في أسوان، في الأقصر، في جنة، في بعض الأماكن الصحراوية، في أسيوط أو في المنيا، بسبب بقى الطبيعة الجبلية وزيادة درجة الحرارة، بسبب أيضا السيول الصيفية بتنتشر العقارب والتعابين. اللدغة الواحدة محتاجة على الأقل 5 جرعات من المصل، والمصل ده طبعا الحكومة بتعتبره مصل احتكاري غير متوفر في الصيدليات. لما بتتصاب وانت مثلا ساكن في عزبة متطرفة كده في أرمنت في سفح الجبل، عشان توصل لأقرب مستشفى محتاج على الأقل ساعة أو ساعتين، ممكن تروح المستشفى ما تلاقيش مصل حكومي. وده بالظبط اللي حصل مع كرم خضري أبو نوح، لحد ما نقلوه بقى لمستشفى حورس التخصصي، للأسف كان السم انتشر في جسمه، حصل له فشل رئوي ومات بعدها العريس قبل أيام من وفاته. سبب إيه؟ سبب مصل العقرب للأسف مفقود في صعيد البلاد. حسب بيانات رسمية عندنا العجز في مصل العقرب في مستشفيات الحكومة بيتجاوز 85%، أما في الوحدات الصحية بيتجاوز 98%. طيب يا اخوانا انتوا بتعملوا ايه؟ رئيس مجلس الوزراء قال ان فاكسيرا او شركه تصنيع الامصال المصريه بتغطي السوق المحلي وبتصدر. كان في مطالبات قبل كده من اعضاء مجلس النواب، لو انتوا مش عارفين توفروا الامصال نزلوه بشكل خاص في الصيدليات، لكن الحكومه ابدا، فقط الحكومه اللي توزع المصل، فقط الحكومه اللي تنتج المصل وهي اللي تصدر المصل، لكن عندنا وفيات. ويمكن كان عندنا اللي حصل خلال اليومين اللي فاتوا وفاة هذا المواطن بسبب انتشار العقارب والحيات، ده بعد السيول اللي حصلت في أول الشهر اللي فات، السيل بينزل على الجبل بيخرج الحيات والعقارب والتعابين من الجحور بتاعتها وبتنتشر بقى في القرى والعزب. الفلاحين مصابين، طبعا الفلاح غصب عنه ماشي من غير حذاء، مفيش فلاح هينزل يروي الارض ويلبس جزمه او ينزل يحش برسيم او يجني قمح ويلبس كوتشي. فالعقارب اللدغات بتاعت التعابين لدرجه ان كان خلال الشهر اللي فات فقط 74 حاله لدغ في 22 يوم، عقارب وتعابين بتهدد اهالي الصعيد ومنهم اهالي الوادي الجديد. كان في طلب احاطه قبل كده، كان في قبل كده مطالبات من السادة المسؤولين، سواء المسؤولين في نقابة الأطباء في وزارة الصحة، بيقولوا إن المستشفيات للأسف تحولت لأماكن خطرة، المواطن بيموت ضحية الإهمال بسبب عدم توفر المصل. المواطن بيروح المقروص أو لدغه عقرب أو لدغه حية، وإحنا عندنا 10% من التعابين في بلدنا سام حسب بيانات وزارة الزراعة. عندنا إصابة مثلا خلال في 2021 كان عندنا 503 إصابة بلدغات العقارب، واللي في سم في جسمه ده حياته واقفة على دقيقة، دقيقة بقى تجري
لحد الوحده الصحيه تلاقيها مقفوله، تجري لحد مستشفى الدوله او مستشفى الحكومه ما فيهاش مصل، قدامك بقى يا اما تروح لمستشفى خاصه او مستشفى تخصصي الجديده اللي عاملاها الدوله، لكن تحصل على خدمه تلاقي حد يعني يحميك. الحياه، حياه المواطن بتبقى متوقفه على مصل. 10% من الافاعي في بلدنا سامه، خبراء يجب النظر الى توزيع الامصال على مستوى مستشفيات الجمهوريه. يعني بقدم العزاء لاسره الشاب كرم خضر ابو دوح ابن مدينه ارمنط، واللي معظم اهله وجيرانه بياكدوا ان لو توفر المصل في مكان قريب، لو في القريه وحده صحيه، لو في على بعد قريه او اتنين مستشفى حكومي، ولو المستشفى الحكومي فيها مصل، لو المصل بيعطى ايضا بالكميات المناسبه، ده يمكن توصل مستشفى حكومي وتاخد كميه غير مناسبه من المصل، محتاج 5 جرعات بنسبه كامله او نسبه كبيره عشان تتغلب على السم اللي موجود في الدم، ممكن توصل للمستشفى. الحمد لله لقيت مستشفى، وصلت في الوقت المناسب، لقيت عندهم مصل لكن 4 جرعات بس او 5 جرعات والجرعه مخفضه، فللاسف يموت المواطن، وحالات اصبحت متكرره وشبه يوميه في محافظات الصعيد بسبب اهمال وزاره الصحه وعدم توفير امصال لدغات العقارب والتعابين. من جديد بعزي اهالي الاقصر في وفاه الشاب، واتمنى ربنا يتغمدوا برحمته وتنتهي هذه المأساة، لأن مواطني الصعيد من حقهم ينعموا بحياة آمنة وهادئة ومستقرة.